أصدقائي، شلونكم؟ يا رب تكونون بصحة وعافية. اليوم نسوي المخلمة باللحم. هنا المواد عندي: بابريكا باردة، وبهارات 7 أشكال، وملح، وواحدة حبة بصل، وفلفل ألوان، وبطاطا، ولحم نقطعها حسب ما نريد، وبقوياي نبدي بيها. Bye.
خلصت المخلمة وهذا شكلها. أتمنى إن شاء الله عجبتكم، واللي يجربها يكتب لي على الانستغرام، الانستغرام موجود بصندوق الوصف. وسهمكم العافية ومع السلامة.